حاليا بانت واحد اللمسه فهمتيني، يعني كاينين شي لعابه كانوا ما تيلعبوش، يعني دابا ولاو تيلعبوا، يعني بدات تتبان واحد اللمسه من هنا للقدام، يعني كاين واحد التطور واحد التقدم، يعني تنتمنوا من هنا للقدام ان شاء الله تكون يكون عندنا فريق منتخب قوي. شفت متغيرات، كاين اللمسه ديال ايرفي رونار، تكتيك بدا كيبان ديال المنتخب، دينا عاوتاني واخا كنا واحد الوقيته فقدنا امل في المنتخب، ولكن الحمد لله دابا كاين واحد التغيير وان شاء الله غادي يكون غير الخير. نخليو الناس تخدم وما يكونش داك لا بريسيون على الطاقم كامل باش يبان ان شاء الله الريزلت ديال المنتخب. ايرفي رونار كلشي كيعرفوا مدرب اللي معروف ودا القاب مع منتخب الزامبي ومنتخب الايفواري، واللمسه ديالو راه بانت في مباراه الكاب فير في الذهاب وفي الاياب، ونخليو يخدموا النتائج ان شاء الله راه غادي تجي ضروري. وكما شفتوا المنتخب اليوم راه هذه هي القيمه الحقيقيه ديال المنتخب المغربي ديالنا. هنيئا بعدا للشعب المغربي والمغاربه كاملين بهذا الانجاز الرائع اللي حققه الفريق الوطني، وبكل صراحه اليوم كانوا اسود، ملي كنقولوا اسود هادو اسود بكل صراحه، كان تغيير كبير في التكتيك في كل شيء في هذه المقابله هذه، والضغط كان على المغاربه كثير، ولكن كانوا رجال بكل صراحه ويستحقوا الربح. اداء الحمد لله مقنع، كل شيء تبارك الله عليه، مدرب في المستوى. المنتخب الوطني فريق بدا فهمتيني بدا في التالق ديالو، واش نتمنوا ليه حظ موفق في كاس افريقيا ان شاء الله وفي كاس العالم ان شاء الله، تشاهوا ان شاء الله في هذا المدرب الجديد. الحمد لله بخير، الحمد لله مشطونا. ديما المغرب، هنيئا للمغاربه جميعا، هنيئا للمغاربه جميعا، ويشرفونا وبغيناهم دائما ان شاء الله، ديما بالتوفيق ان شاء الله دائما.